من تسريب وثيقة سرية وشخصية وعاجلة على منصات التواصل الاجتماعي والتي جاء فيها قرار العفو الرئاسي الخاص وإسقاط حكم السجن المؤبد عن المدانين بتجارة المخدرات جواد لؤي الياسري ومن كان برفقته وهما محمد علي فاضل ومحمد المصطفى جابر، حتى انتفض الرأي العام غضبا على قرار رئيس الجمهورية وكيفية تجاوزه على صلاحياته كرئيس الجمهورية وحامل للدستور ومخالف للدستور في الوقت ذاته. وبرغم التبريرات والتوضيحات المقدمة من رئاسة الجمهورية ثم سحب قرار العفو الخاص، لكن بوقت متأخر أتاح للمدانين الهروب والاختفاء عن الأنظار في ظل بحث السلطات الأمنية عنهم. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، تداول رواد السوشيال ميديا تداولوا مقطعا فيديويا قديما للمدان جواد لؤي الياسري، وكان قد سجل ذلك الفيديو عام 2018 تحدث فيه بوقتها عن حصوله على باجات رسمية تضمن سهولة دخوله وخروجه من وإلى مطار النجف الدولي. حاز هذا الفيديو على ردود أفعال وانتقادات كبيرة وواسعة، كيف حصل على الباجات ولماذا يعطى مثل هكذا باجات لشخص يعني صغير في العمر في وقته. لنتابع مقطع الفيديو ولنعود لكم من بعدها. السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ إن شاء الله بخير، بس حبيت أحكي عن موضوع صغير. يعني بالفترة الأخيرة طلعت علي إشاعات إنه أنا أشتغل بمطار النجف الأشرف وأنا فضائي وأنا 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 وذا السؤال ومطلعين استمارة. بس حبيت أقول يعني بالنسبة إلي من حقي إنه أرد إنه هاي الاستمارة استمارة تقديم باج لدخول مطار النجف. من حق أي شخص أي مواطن نجفي يطلع هذا الباج، وأنا كحسب شغلي مصور فوتوغرافي أنا من حقي أطلع هذا الباج حتى أصور النجف، حتى أظهر النجف بأجمل صورة وأنقلها للمواقع وكالات أجنبية أي شيء يعني ممكن يشوف النجف بصورة جميلة غير اللي دا يشوفها بالأخبار الكاذبة. طبعا أغلب الصفحات أخذت هذا الموضوع ونشرته بشكل سلبي وتشهير وسب وشتم وكل شيء، يعني كل شيء تتخيله. للأسف أنا طالب سادس، يعني مو من حقي إنه أشتغل بهيج مكان، إنه عمري 19 سنة بس انه حقي اشتغل، بس انا ما افضل انه اشتغل بهيج مكانات. يعني كل واحد طموحه الخاص. حبيت اشكر كل شخص اساء لي بالتعليقات غلط سب عادي ما يهمني، ما تعرف انت الموضوع. اتمنى تعرف من هذا الفيديو ان شاء الله. مسامحك انا ما عندي شيء وياك. وبالنسبه لاهل البيجات يعني لازم تاخرون العفو وتتاكدون من الخبر قبل ما تنشره. وتحياتي لكم وياكم جواد الياسري. إذن باج الدخول إلى مطار النجف الدولي كان بداية الطريق فقط لحصوله فيما بعد على باجات أخرى كثيرة كرخص حمل السلاح مثلا، وباج جهاز المخابرات العراقي كونه ضابطا رسميا في هذه المؤسسة الأمنية المهمة والحساسة، ثم استغل فيما بعد منصبه ورتبته لتجارة المخدرات. طبعا هناك باجات أخرى تظهر بعض الصور أو تظهر بعض الصور تلك الباجات أو جانبا من تلك الباجات التي كانت بحوزته. وبما أن حادثة هروب واختفاء جواد لؤي الياسري وأصدقائه من المدانين أصبحت قضية رأي عام والجميع يتحدث عن أنه أين هو الآن وأين الذين كانوا مدانين معه بعد إصدار قرار رئاسي بالعفو عنهم، وأيضا سحب ذلك القرار فيما بعد أن أصبحت قضية رأي عام وجميع انتقد ما حصل، وكيف لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا رسميا خاصا وسريا للغاية بعفو خاص عن جواد ومن كان معه من الأصدقاء، ثم سحب ذلك القرار فيما بعد. لكن بعد ماذا؟ بعد أن اختفى الجميع. وهنا أصبحت ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام ومستمرة حتى هذا اليوم، أفرزت العديد من ردود الأفعال والتعليقات. لنقرأ لكم جانبا من تلك التعليقات ونبدأها مع علي الطاي. يقول علي في تعليقه: رئيس الجمهورية يساعد مافيات المخدرات والفساد وبعض الوجوه السياسية، والسلطات الحاكمة لها دور وتعمل المستحيل لتدمير هذا البلد ولا تتأخر كلما أتيحت لها الفرصة في التخريب. هناك أيضا تعليق آخر من ثانك لورد يقول: الآن أصبحت الكرة بملعب فائق زيدان، كلمته وحكمه بالقضية هي الفاصل، والشعب ينتظر رده
على برهم، هو كما يصف في تعليقه. هناك أيضا تعليق آخر من جرح الزمن، شنو هذول شايفين مضحكة؟ ترى الشعب فتح باللبن من فسادكم يا سياسي الصدفة، يا سياسي الصدفة اللي يسرق باكيت كلينكس حدث يحكمه ويقضي محكوميته بالسجن، وهذا تاجر مخدرات خالفوا القانون حتى يخلصوه من السجن، الخاطر أبو طبقة سياسية مجرمة خارجة عن القانون. هناك أيضا تعليق آخر من زين العابدين يقول المسؤولين وعوائلهم مواطنين من الدرجة الأولى وباقي المواطنين هم من الدرجة الثانية. أيضا أبو محمد كان له رأي بالموضوع فقال عبر تعليق له نريد نفتهم إذا المدان طلع وأكيد هو خارج العراق لأن العفو من يوم 10 كانون الثاني أطلق سراحة وهذا الإجراء خاطئ حسب جميع آراء القانونيين. من يدخل السجن بمكانه؟ رئيس الجمهورية لو رئيس الوزراء لو وزير العدل؟ هناك أيضا تعليق آخر من أبو علي الشمري يقول في تعليقه بماذا يعاقب القانون العراقي رئيس الجمهورية على مثل هكذا قرار مسيء والذي يعتبر جريمة يحاسب عليها أو يحاسب عليها؟ نريد المادة القانونية اللي تحاكم رئيس الجمهورية لو ماكو خط أحمر هو